السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصل السيف. هذا الجهاز جديد. من خلال هذا الجهاز يمدي للمرأة تسوي سكانينج، تسوي مسح وتسوي زي الألترا ساوند اللي تقدر تشوف من خلالها البيبي دون الذهاب للمستشفى. بورتبل موجود بالطريقة هذه، تقدر تنقل تشيله وتحطه معك. ولاحظوا هذه الحين لقطات من نفس البيبي، وهذا الفيديو نفسه مسجل من نفس الجهاز. هي هذا رأس الولد. أوكي. طبعا هذا الجهاز المفروض إنه منزلي، البطارية حقته تقعد أكثر من ساعة، آمن الاستخدام مرتين في الأسبوع تصير الحرمة تسوي في الترا ساوند لا نفس الجنين عندها. من الاسبوع 16 تقدر تبدا تستخدمه، وايضا للاستخدام ربط نفس الجهاز مع نفس التابلت بنظام الاندرويد او الاي او اس، وبعدين بكل بساطه تقدر تستخدمه وتسوي سكان، تسوي مو سكان نقدر اقول الترا ساوند لنفس البيبي، وتصير تشوف بشكل امن وطبيعي وفي المنزل. من ناحيه السعر تقريبا 2000 دولار هذا المنتج حيكون متوفر، طلعوا في حمله على كيك ستارتر، وايضا نفس المنتج المفروض انه توفر في السوق العالمية قريبا. هذه أحد التقنيات الجديدة اللي موجودة هنا في معرض CES. نهاية الفيديو كل فيديو كالعادة، إذا تعرفوا أحد يحتاج هذا الشيء أو الفكرة نفسها مجنونة شاركوها معه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك. اسم الجهاز نسيت أقول اسمه، مارفوتو. مارفوتو هذا اسم الجهاز. من ناحية الشركة فموقع الشركة خلنا أوريكم إياه، هذا هو على كيك ستارتر، ابحث على فيتس كاميرا او على امازون ابحث فيتس كاميرا. مستقبلا المفروض انهم يصيروا يبيعوه وعلى ضمان سنه.